السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. ستجرى انتخابات مجالس المحافظات في الموعد المحدد؟ هنا يتساءل الكاتب مصطفى محمد غريب في مقاله بمجلة الجاردينيا، ويقول إن هذا السؤال الملح طرح في مجالات عديدة ونوقش في ندوات تلفزيونية واجتماعات رسمية حكومية وغير رسمية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لمعرفة حقيقة إجراء انتخابات مجالس المحافظات أو عدم إجرائها. الآراء كانت متنوعة ومتناقضة ومنقسمة ما بين التفاؤل وعدمه، ما بين الجدوى منها أو عدم الجدوى. ويقول الكاتب: نحن نتوقع التجاوز والتدخل واستعمال المال السياسي وتكليف الميليشيات المسلحة في التدخل وإرهاب الناخبين باتجاه مصالح القوى المتنفذة، وإذا ما وجدت أن الأمور تسير نحو الهيمنة وعدم فسح المجال، فإن أفضل المواقف هو عدم المشاركة لتعرية الدهاقنة وقوى الرجعية. المال السياسي الذي في حوزة الدهاقنة مصادره غير معروفة سوف يلعب دوراً بارزاً في التأثير على سير العملية الانتخابية وعلى جمهرة الناخبين. ووجود السلاح والميليشيات بيد الدهاقنة كل على حدة، إضافة إلى الانتشار في المناطق والقصبات والأقضية، ولها باع طويل في التأثير على المواطنين وتهديدهم وتخويفهم، واستعمال منظومة دينية طائفية أو التدخل للقمع والاضطهاد والتصفيات والتخندق في مؤسسات الدولة الأساسية، وفق جهاز بيروقراطي مدعوم بالفساد والفاسدين، مدعوم بقوى مضادة لها مصلحة في الإبقاء على التقديم المتخلف والفاسد وبالضد من أي إصلاح وتغيير يحاول الوقوف ضد آفة الفساد المالي والإداري والدعم الخارجي المشبوه الذي له دور في التدخل في شؤون البلاد الداخلية. ولنا أسوة بالماضي وإمكانية هذا التدخل تحت طائلة موافقة البعض من القوى السياسية الدينية العراقية. هذه وغيرها من المؤشرات تجعلنا ندقق ونستنتج الاستنتاج المنطقي كي نصل إلى النتيجة ومعرفة الواقع. ونقرأ مقالا بعنوان الربط السككي بين بصرة شلامشة لمصلحة من؟ الكاتب ماجد زيدان في موقع صوت العراق قال فيه: وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع الربط السككي بين البصرة والشلامشة قبل اكتمال ميناء الفاو، وأعدته حكومة الإطار مشروعا حيويا في المنطقة لنقل الزائرين والمسافرين باتجاه العراق. هذا المشروع أثار انقسام بشأن المباشرة فيه وجدواه بين خبراء النقل والاقتصاد والسياسة، وتمحور على محورين: المحور الأول ومجموعة رسمية ترى أنه يحقق فائدة للعراق وباشرت فيه إيران قبل أن ينطلق من العراق، أما المحور الآخر وهو الأغلب العام الذي يضم مسؤولين سابقين وخبراء واكبوا الفكرة وهذه السياسة منذ طرحها في أوقات سابقة، فإنهم يرون في المشروع استعجالاً لا مسوغ له ويلحق ضراراً في العراق ولا سيما بميناء الفاو، ويقلص الفائدة من طريق التنمية. هذا المشروع إطلاقة الرحمة على ميناء الفاو، وربما تنحصر الأرصفة إلى 15 رصيفاً. أكثر من ذلك، أكد أن الغريبة الحكومة العراقية تحقق أحلاماً إيرانية لربط إيران مع سوريا، وقد تم تأكيد ذلك من قبل نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر الذي أفصح أن هذا المشروع خطة استراتيجية لإيران والعراق، وتحول في منطقة غرب آسيا. وربط السكك الحديدية بين البلدين من شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية، فماذا تبقى للعراق؟ إنه تحول إلى مجرد ممر ترانزيت للبضائع القادمة من إيران وعن طريق موانئها، وغداً ستطالب دول أخرى بهذه الميزة. والأخطر والأكثر ضرراً أن الغموض يحيط بالاتفاق، وسيشكل وسيلة ضغط على البلد قبل اكتمال الميناء وتشغيله ووضوح
الصورة، ولا يوجد مانع أو عائق في هذا الربط غير المشروط من تحوله من قطار لنقل الركاب إلى قطار لنقل البضائع، بل إنه هكذا حسب ما يفهم من تصريحات المسؤولين في كلا البلدين، وما يحقق تحول هذا الربط إلى حرف لطريق التنمية لصالح إيران. إلى مقال الكاتب رفيق خوري بصحيفة الاندبندنت الذي قال إن مشروع حزب الله ليس محليا فحسب، وإن المقاومة ليست مقاومة للكيان الصهيوني فحسب، فالحزب نفسه هو جزء من مشروع بقيادة الولي الفقيه في طهران. ماذا المشروع إقليمي في انتظار مجيء المهدي المنتظر وحكم العالم بحسب المعتقد؟ وأضاف الكاتب: لبنان المهزوم والمسروق والمفلس يراد له أن يكون الجبهة الأمامية في محور ما يسمى المقاومة ووحدة الساحات، مع تحميل أثقال الصراعات الإقليمية والدولية وليس الصراع مع إسرائيل فحسب. السلاح الذي ترى أكثرية في لبنان أنه غير شرعي، يرى صاحبه أن الوضع اللبناني كله غير شرعي، وتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي بقوة المقاومة لم يكن بداية الانتقال من تحرير الأرض إلى التحرر الاجتماعي والسياسي من التحجر والمافيا المتسلطة، ولا شيء بالمجان أو بالصدقة. الواقع أن عنوان المرحلة الحالية هو ترتيب إدارة الأزمة للعمل على حلها، وصاحب فائض القوة محكوم بالحفاظ على ستاتيكو الأزمة وإن كان يصعب استمراره، والمخرج بات واضحاً في عمل الثنائي الشيعي الممسك ببقايا السلطة في لبنان إلى جانب السلطة الكاملة للمقاومة. استراتيجية التحكم للحكم، التحكم بالوضع من دون مسؤوليات مباشرة، ولا فرق سواء استمر الشغور الرئاسي أو لا، فالشغور فرصة أوسع للتحكم بحكومة تصريف الأعمال والبرلمان وبقية مراكز السلطة، إضافة إلى كل مفاصلها. والرئيس الذي يصر الثنائي الشيعي عليه هو الرجل الذي يساعده في إكمال الهيمنة على البلاد، فلا إصلاحات ولا بناء دولة ولا معركة مع الفساد ولا مراقبة ومحاسبة ولا مساعدات واستثمارات. قال رئيس تحرير موقع ميدل إيست الصحفي البريطاني ديفيد هيرست، قال إنه بعد مرور 30 عاماً على اتفاق أوسلو الذي مات فعلياً، فإن فرصة إقامة دولة فلسطينية مع دولة تعرف نفسها على أنها يهودية باتت منعدمة. وذكر صحفي هيرست في مقال له في الموقع أن الأطياف كافة في دولة الاحتلال تسعى لإبقاء المستوطنين اليهود في الضفة والقدس، وهم لا يبدون استعدادهم لإخراجهم من هناك في ظل فقد السلطة الفلسطينية بوصلتها الوطنية وسط تطبيع عربي. يعيش اليوم في داخل الضفة الغربية والقدس الشرقية ما يقرب من 700 ألف مستوطن، ولا يظهر في الأفق سياسي إسرائيلي واحد ولا حركة إسرائيلية واحدة لديهم الاستعداد لإخراجهم من هناك، بل على العكس تماماً من ذلك يجري الضم على منوالين: ضم زاحف وهو ما يفضله طيف عريض من النخبة السياسية الإسرائيلية يمتد من الوسط إلى اليمين، والضم المباشر في أقرب وقت ممكن، كما هو مقترح من قبل الحزب الديني القومي والذي يمثل القوة التي تحتل موقع القيادة. أما السلطة الفلسطينية فقد فقدت بوصلتها الوطنية وفقدت شعبيتها ومغزاها، ولم تعد توجد سوى كامتداد للسياسة الأمنية الإسرائيلية، وانكمشت قدراتها الشرائية وفقدت نفوذها الدبلوماسي في العالم العربي. وواقع الحال أنه طالما بقيت السلطة الفلسطينية موجودة فسوف تبقى منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني مجرد أغلفة فارغة لما كانت عليه في الماضي، ولذلك لا يخدم مصلحة إسرائيل أن تحل السلطة الفلسطينية، فالسلطة الفلسطينية تلعب دوراً أساسياً في إبقاء الاحتلال مريحاً
قدر الإمكان وبأقل ألم ممكن بالنسبة للمحتل. يتعرض مسلمو قومية في الصين لحملات متتالية لطمس هويتهم الإسلامية والعرقية في مسعى من الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى إضفاء الطابع الصيني على الأقلية المسلمة التي ضربت جذورها في الأرض قبل مئات السنين. قد وصف تقرير نشرته صحيفة فورين أفيرز سياسات الرئيس الصيني المتشددة ضد المسلمين بقومية تشي في إشارة إلى الاضطهاد والمعاناة التي يرزح تحتها وطأتها المسلمون في عهد جين بينغ. وأوضح التقرير أيضاً الذي جاء بعنوان المسلمون في الصين بمرمى قومية تشي الجديدة، أوضح أن التسامح مع الأقليات لم يعد ممكناً في السنوات الأخيرة مع تشدد السياسات الرامية إلى صهر الهويات العرقية التي تتعارض مع الفكرة الأيديولوجية المتمثلة في الاشتراكية ذات الخصائص الصينية التي بناها الشي في السنوات الأخيرة. في أيار مايو الماضي اشتبك الآلاف من مسلمي الهوي مع الشرطة المحلية في بلدة ناجو الواقعة بمقاطعة يونان أقصى جنوب غرب الصين، وذلك بعد احتجاج قادة المسلمين ضد خطة الحكومة لهدم قبة ومآذن مسجد نانجيا يينج المبني في القرن الرابع عشر والذي يتميز بالطراز العربي المعماري القديم. ويعد مسجد نانجيا يينج وشاديان المجاور له أحد آثار تسامح الدولة الصينية في الماضي مع الإسلام والمسلمين في مقاطعة يونان، وهما آخر مسجدين في المنطقة لا يزالان يتباهيان بالميزات العربية التقليدية من قباب ومآذن. وليس فقط مسجدي نانجيانج وشاديان اللذين يواجهان نيران سياسات الزعيم الصيني المتشددة، بحسب التقرير الذي يؤكد أن المقاطعة بأكملها شهدت خلال السنوات الأخيرة عملية تحويل مدعومة من الحكومة للعديد من المساجد مع إعادة بناء أسطحها لتشبه المعابد البوذية والمعابد الكونفوشيوسية. خلال السنوات الأخيرة بدأ مسلمو هذه القومية التي تشكل نصف عدد مسلمي الصين تقريباً لحملات تضييق واسعة لطمس ملامحهم الثقافية بحجة محاربة التطرف. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين.
داخل الأزقة القديمة لمدينة الكاظمية في العاصمة بغداد يعمل أشهر صانع للسيوف في العراق هو سيد حيدر. سيد حيدر يتخذ من سوق الذهب القديم والمعروف موقعا له لصناعة السيوف، إذ تشتهر هذه السوق منذ عشرات السنين بصناعة الذهب ووجود الصاغة القدماء فيها، فضلا على أنها تشتمل على العديد من الحرف القديمة الخاصة بالصياغة، وتدخل في مهنة صناعة السيوف الجمع والنقش والحدادة والنجارة وتطعيم الأحجار وحتى الصياغة. بدأ سيد حيدر أحمد رحلته بحرفة صناعة السيوف منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومع تقدم السنوات أصبح أقدم صانع سيوف في العراق كما يقول متحدثا عن نفسه. يستثمر سيد حيدر تميزه في هذه الحرفة بالعراق ليكسب هواة السيوف والأسلحة القديمة والتراثية، ولم يقتصر عمله على صناعة السيوف العربية إنما حتى الأجنبية، فضلاً عن صياغة أغطية للأسلحة القديمة الأخرى كالمسدس والبندقية التقليدية التي عرفت في العراق مع بداية القرن الماضي. قبل الختام مشاهدينا فلنتابع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بدأت الاشتباكات بين حرس الحدود في أفغانستان وإيران تنذر بحرب بين البلدين، وأتت في أعقاب تصاعد التوتر على خلفية أزمة مائية قديمة جديدة. فما الذي تعرفه عن حرب المياه بين طهران وكابول؟ وما الذي فجرها فجأة؟ وأين يكمن الخلاف بين الجارتين؟ باختصار إليكم التفاصيل. على الرغم أن جذور أزمة المياه بين إيران وأفغانستان تعود لعشرات السنين، لكن التوتر عاد من جديد بعد مشادات كلامية بين مسؤولي البلدين رافقت اشتباكات على الأرض، مما ينذر بحرب بين طالبان أفغانستان وإيران الخاضعة لحكم اليمين المحافظ. وأثار القضية الجدل حول الاستفادة من موارد نهر هلمند الذي ينحدر من جبال أفغانستان ويصب في بحيرة هامون في إيران. يقدر طول النهر ب 1150 كيلومترا، وهو أكبر نهر آسيوي يقع بين نهري الفرات والسند. كان النهر على مر السنين مصدرا للزراعة ومياه الشرب لمناطق مترامية الأطراف في أفغانستان وإيران، وكذلك مصدر خلاف بين البلدين، بخاصة مع إطلاق مشاريع تنموية وصناعية تؤثر في تخزين مياه النهر خلف السدود وأخرى تؤدي إلى انحرافه. إقليم بلوشستان الإيراني عاش أزمة شح مياه أخيرا بسبب جفاف النهر، مما ينذر بجفاف يهدد بحيرة هامون التي يصب فيها، وهو ما دفع بتظاهرات شعبية طالبت باتخاذ موقف ضد طالبان لضمان وصول حصة إيران من المياه. وذهب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حد التهديد مخاطبا طالبان بقوله: أقول لحكام أفغانستان أن لا يتعاملوا مع مطالبنا بشكل طبيعي، عليهم التعامل معها بشكل جاد. وتلقت أفغانستان تهديدات رئيسي على أنها مهينة ومذلة، وجاء الرد منهم سريعا وبأسلوب بدا مسيئا لإيران، إذ ذهب هذا الرجل إلى النهر لملء المياه وخاطب الرئيس الإيراني بقوله: خذ هذه وتوقف عن التهديد، لا تهددنا أكثر من هذا، نحن نخاف منك. بيان حركة طالبان أكد أن الاتفاق حول المياه بين إيران وأفغانستان قائم منذ عام 1973، وأن الإمارة الإسلامية تلتزم بتعهداتها. وبحسب الاتفاق التاريخي الذي وقعته أفغانستان وإيران لحل مشكلة المياه في عهد الملك الراحل محمد ظاهر شاه، تمنح أفغانستان إيران 26 مترا مكعبا من المياه في الثانية الواحدة، وعلى هذا الأساس يتدفق إلى إيران سنويا 820 مليون متر مكعب من المياه. شهدت أفغانستان والمنطقة خلال السنوات الماضية جفافا أثر في منسوب المياه، وبناء على ذلك تقول كابول إن قلة هطول الأمطار والجفاف أثرا في كمية المياه داخل البلاد. بينما تتهم إيران أفغانستان ببناء سدود على نهر هلمند وحرف مجراه داخل الأراضي الأفغانية، مما أدى إلى زيادة ملوحة الأراضي المجاورة للمجرى الأساس للنهر وعدم الالتزام بضمان وصول حصة إيران من المياه.
وتواجه حكومة الرئيس ضغطاً بسبب شح المياه، بينما تؤكد طالبان ثباتها على موقفها، وأقدمت على حشد قوات على الحدود واشتبكت مع حرس الحدود الإيراني. إيران من جانبها أوفدت كبار قادتها العسكريين إلى الحدود، وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بمطالب تحث على ضرورة مواجهة طالبان. فهل يخوض الجانبان حرباً على المياه؟ أم يحتكمان إلى طاولة حوار قد لا تؤدي إلى تسوية القضية؟ ذلك أنهما يواجهان ضغطاً شعبياً للثبات على مواقفهما. في نهاية جولتنا الصحفية في صدى الأقلام، تقبلوا تحياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.